للناس اللي بيعانوا من ألام مزمنة بالظهر وجربوا كل الحلول التقليدية، عنا حل جديد أول مرة بنحكي عنه، هو اسمه نيوروبلاست. عادة الألام المزمنة بالظهر هي نتيجة التصاقات حول العصب اللي بيؤدي إلى الألم. نيوروبلاستي هي قسطرة بتفوت حول هذا العصب وبتحرره من الالتصاقات. وقت بيتحرر العصب من الالتصاقات بيزول الألم بنسبة كتير عالية. المميز بالنيوروبلاستي هو إنه علاج قليل التدخل وبصير تحت التخدير الموضعي بفعالية كتير عالية. لتضلوا مطلعين على أحدث الابتكارات بعلاج تسكين الألم، تابعونا على صفحتنا.